هنا تركوا الميرجان وراءهم وجاءوا وأثثوا هنا جنبات هذا الملعب. يلا يا أبناء والنانا، يلا يا نجوم، كونوا في الموعد، كونوا عند حسن ظن الجمهور، كونوا عند حسن الداعمين لهذا الدوري. هم وعدوكم ولكن لا تتخلصوا منهم. يلا يا قشابو، يلا يا أحمد، يروضهم كما يشاء ويعطي ويسدد. يلا يا العشقر، يلا يا الزكي، سلامات يا رضا، سلامات. يلا يا الجحري، برافو المعدادي ولكن وليد صابر. سلامات سلامات، مرت بردا وسلاما على ابناء ونانا. يلا يا شباب يستميت الدفاع، وليد صابر. يلا يا وليد، يلا يا وليد، جول 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 جول. فعلوا صراحه الدوري كان في اجواء رائعه، وصراحة يعني جمهور كما كتشوف يعني جمهور خيالي. أول حاجة الحمد لله بعد على الفوز باللقب اللي صراحة ما كان سهل. صراحة كاع المباريات كانوا صعاب ولكن الحمد لله عرفنا كيفاش نجريو لي ماتش، وحنا جيت سعداء بالفوز باللقب. وكنبغيو ندوا هذا اللقب صراحة للجمهور ديال سبورتينغ جرم الحال اللي صراحة متابعنا من بعيد وقريب، وهذا اللقب هذا راه ديالهم وحنا بلا بهم راه ما كنسوا والو. صراحة كان شعور زوين بجوج بيوت فينال، يعني ماشي سهلة تماركي جوج بيوت، ولكن هادشي كامل كيرجع للزملاء ديالي اللي صراحه هما كانوا تا هما في المستوى. بسم الله الرحمن الرحيم، تنشكر الحضور الجميل اللي كان هنا من الطاقم، من الجمهور، من اللاعبين اللي داروا مجهود كبير. كان علينا ضغوطات كثيره باش نوصلوا لهذا النهائي، والحمد لله بفضل الجمهور وفضل الجهد ديال اللاعبين وصلنا، والطاقم اللي داير به من المسيرين من اللاعبين. الحمد لله مباراه دازت شيقه وكانت في اجواء رائعه، الدراري لعبوا داروا اللي عليهم، مشكورين للجميع. تنشكروا السي عبد اللطيف الوزغي من هذا المنبر هذا، تنشكروا كاع الناس اللي سهروا على هذا التنظيم هذا، منهم رئيس المهرجان والنانا، منهم رئيس اللجنه الرياضيه القبيله عزيز. ما الحمد لله كان عندنا الامل باش نديو هذا الدوري هذا، وتوفقنا بفضل اللاعبين الحمد لله وديناه الحمد لله. شكرا للجميع. السلام عليكم، حنا فريق النجوم والنانا، خدنا هذا النهائي بواحد الحماس، كنا بغينا نفرحوا الجماهير ديالنا، ولكن ما كتبش يعني المباراه انحسمت في واحد الجزئيه اللي بسيطه بزاف. قدمنا اللي علينا وتقاتلنا في وسط التيران، ولكن هذا هو حال الكره، يعني كتقبل الخساره بروح رياضيه. ولكن كنشكر جميع اللعابه اللي تبارك الله قدموا واحد المباراه اللي كبيره بزاف، من الحارس حتى اللي كان في البونتوش تبارك الله عليهم، وان شاء الله يا ربي غادي نخدموا بان المقابلات الماجيه ان شاء الله يا ربي نخدموا مزيان. ما ماشي زعما واحد رياضيا، ماشي زعما شي خصم، يعني 50-50 دخلنا 50% 50%، يعني ماشي فريق اللي حتى حنا رحنا في الجبهه ديالنا تبارك الله كاين ملعبيه مزيانين، قدمنا واحد المباراه مزيانه، ولكن هذا واحد الكره ما مكتبش. خير وتحيه طيبه لكل طاقم تقني اصوات. فبالنسبه اخي الكريم، كما شاهدتي معنا وحضرتي معنا المباراه النهائيه الدوري سيدي بوصبر لكره القدم والتي تجرى هذه المره هذه تحت لواء مهرجان ونانا في نسخته الرابعه. المباراه النهائيه كما تابعتم معنا كانت مرت في جو رياضي عالي بين الفريقين. عرفت المباراه حضور مجموعه من الاسماء البارزه سياسيا وايضا حتى رياضيا وفنيا، فحضور اللاعب المنتخب الوطني السابق حسينه، وايضا حضور نائب رئيس مجلس الجهه، وايضا الوزيره السابقه رقيه الدرم، اعطى المباراه هذه رونقا وجمالا. اخي الكريم، تابعت معنا المباراه، جنبات الملعب امتلأت بمختلف الفئات العمريه، نساء، اطفال، رجال، شيوخ، في جو رياضي، الكل يشجع بروح رياضيه، والفائز الاكبر في كل هذا وذاك هي الروح الرياضيه اللي كانت سائده بين كل الفرق المشاركه. لا يهمنا من توج من فاز، فالرياضه هي الفائزه، ورسالتي عبر موقعكم هذا لكل المسؤولين عن الشان الرياضي هنا باقليم وزان او بجهه طنجه تطوان الحسيمه، انهم ياخذوا هذا النهائي هذا بعين الاعتبار ويديروه كقاطره من اجل تنميه الرياضه وانشاء ملاعب للقرب، فين نلقاو هاد الوليدات انهم يبزغوا المواهب ديالهم، لان في العالم القروي وفي في 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 الضواحي ديال المدن هناك اسماء وهناك مواهب، فقط يجب تسليط الضوء عليها. فشكرا مره اخرى موقع او موقع اصوات على المواكبه، ونتمنى اننا نكونوا عند حسن الظن ديالكم. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.